السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بنات كي دايرين؟ لاباس عليكم. معكم شيماء مره اخرى من مجوهرات اميره. كيف كتعرفوا حنا كنديروا ذهب عيار 18 كاره وكنديروا لا ليفغيزون غراتويت في المغرب كامل. دونك اليوم جيت لكم بواحد اللايف اللي غادي يكون خفيف ظريف، غيكونوا فيه غير لي زارتيكل لي اون بروموسيون، حيت بغينا نديروا لكم واحد لا بروموسيون بالنسبه للناس كاملين اللي كيتقداو عندنا سواء داخل المحل سواء في لافونت اونلاين، وكذلك بالنسبه للناس ديال الجاليه اللي غادي يجيو ان شاء الله في هذا الصيف بغينا نشرفوهم ونديروا لهم دي ريميز، حيت هما كيجيو غير مره في العام فيكم هما كيساندونا وتيكونوا دائما معنا. دونك غادي نحاول، بقاو معايا غادي نحاول نوريكم كاع لي زارتيكل اللي غادي يكونوا، يعني كاينين دي براسلي فيهم دي ريميز، كاين سنيسلات، كاين خويتمات، كاين شي حوايجات لي زوينين، وكذلك غنحاول نوريكم حتى لي مونطخ. كيف كتعرفوا حنا راه كنبيعوا لي مونطخ اوريجينال، كاينه جاس كوليكشن وكاينه مايكل كورس بوغ لانستون. مرحبا بكم، السلام عليكم. وعليكم السلام، سلام شيماء. وعليكم السلام لسونيا، مرحبا بالمتتبعه ديالنا. يعني بغيت ندير لكم واحد اللايف غادي يكون خفيف ظريف، نجمعوا فيه كاع لي بروموسيون اللي غادي يكونوا. اكيد اي ارتيكل عجبكم غادي تكون لكم فيه واحد لا ريميز لي خفيفه، ما كاين حتى مشكل. سلام. وعليكم السلام لالا نور ال، وعليكم السلام، مرحبا بكم. دونك نبداو على بركه الله بلي بغاسلي، حيت لي بغاسلي درنا فيهم دي بروموسيون زوينين. لي بغاسلي شي حاجه ديال الواحد، يعني بغاسلي ديال الواحد. كاين مثلا هاد لو موديل، هذا فوالا هاد لو موديل ديال بغاسلي غزال، كيجي فيه هنايا حجرات في البيض وهنايا حجرات في الصفر، كيجي غزال. ودير الثمن ديالو هذا بروموسيونيل 2400 درهم اللي هي 48000 ريال، 2400 درهم ا ببري 240 يورو. السلام عليكم. وعليكم السلام لالا ام زياد، وعليكم السلام لالا سناء، مرحبا بكم. فوالا بالنسبه لهاد البغاسلي هذا دير 2400 درهم ا ببري 240 يورو. سلام شيماء. وعليكم السلام لالا وسيمه، لالا ساره، مرحبا بكم. دونك هاد البغاسلي كيجي غزال، شي حاجه اللي رقيقه، يعني ماشي حاجه اللي غليظه، رقيقه وروميه. شحال الثمن اللي السلسله في عنقك لالا سناء؟ بالنسبه للسنيسات اللي في عنقك، الى هاد الاولى هذه ديال الخميسه دايره 550 درهم اللي هي 11000 ريال. هذه بسلسله قصيره دايره 11000 ريال. وكاينه هذه ديال فانكليف، هذه طويله ديال فانكليف دايره 3100 درهم اللي هي 62000 ريال، كتجي كبيره وعاطي العين. سلام زين. وعليكم السلام لالا بشرى، مرحبا بك. دونك بالنسبه لي بغاسلي عندي كذلك، عندي كذلك هاد لو موديل، هذا بغاسلي ديال كارتي ديال فيس في البيض، هذا في البيض فوالا، بغاسلي كارتي في البيض داير الثمن ديالو 2400 درهم اللي هي 48000 ريال، ان ببري 240 يورو. فوالا هذا كارتي في البيض. وعليكم السلام لا امينه، وعليكم السلام لا ام يوسف، واش عديتو؟ وين لا ام يوسف؟ يلا عدينا، مرحبا بك، تبارك الله عليك راك جيتي في الوقت. وعليكم السلام لا سينان، الله يخطيك. فوالا هذا 2400 درهم اللي هي 48000 ريال حتى هو. كاين هذا لو موديل، هذا حتى هو كارتي في البيض، مي هذا غليظ، هذا سان كارتي اللي غليظ، ودير الثمن ديالو 4200 درهم اللي هي 88000 ريال، 4200 درهم. ايا كاش اختي بريسيس لا اللي فيها خميسه، بالنسبه لهذه اللي فيها خميسه دايره 550 درهم اللي هي 11000 ريال، 550 فوالا. هذا البغاسيل كارتي اللي في البيض حتى هو داير 4200 درهم اللي هي 84000 ريال. واش هذا كارتي ذهب؟ وي لا رانيا، بالنسبه لهادشي كله ذهب عيار 18، غير هادو دي موديل اللي في الذهب البيض، يعني كاين اللي في البيض، كاين اللي في الصفر، كاين اللي في البرونز، هذا في البيض. عندي كذلك هذا الموديل، هذا اللي فيه ثلاثه ديال لي سيناتور، فان كليف، إيف سان لوغون، والكارتي، كيجي حتى هو غزال، وهابطه منه هاد الخميسه هادي. فوالا كيفاش كتجي هابطه منو هاد الخميسه هادي، كتجي مدليه على الايد وكتجي غزاله. هذا في ذهب صفر داير الثمن ديالو 4900 درهم، هذا 4900 درهم، يعني هادو كاملين دي بري بروموسيونيل، كيجي غزال ورائع داير 98000 ريال، ان بو بري 490 يورو. فوالا في ثلاثه ديال لي سيناتور، يعني الا كاين كارتي الفان كليف والايف سان لوغون، ما عرفتش كيبان لكم مزيان. فوالا
دونك البنات بالنسبه لهاد لا بروموسيون راه غادي تبقى شاده في شهر 7 كامل، يعني بالنسبه للبنات اللي بغاو يستافدوا راه غادي تبقى في شهر 7 كامل، غادي يكونوا دي غوميز بيان سور في المواصلات كامل. شيماء ميرسي بور لا شين اي لو جيست. لالا براء اسيا بالصحه والراحه، الله هي ودي تستاهلوا كل خير بالصحه والراحه. فوالا بالنسبه لو براسلي ديال الاناناس هو هذا، حتى هو فيه واحد الرميز. فوالا كيفاش كيجي، كيجي هكا رقيق وفيه الاناناس من الفوق. فوالا شي حاجه اللي غزاله، وحتى من ناحيه الصح جاي غزال. هذا داير 2950 درهم، هذا 2950 درهم، يعني ابوبخي 295 يورو، 59000 ريال. كيجي غزال وصحيح ورائع، ما فيه لا حجر لا والو، شي حاجه غزاله. هذيك اللي في عنقك ديالك بشحال؟ لا لا مالك، بالنسبه لهادو اللي في عنقي جوج سنيسلات، كاينه الاولى دايره 550 درهم اللي هي 11000 ريال، وكاينه الثانيه هذه ديال فان كليف دايره 3100 درهم اللي هي 62000 ريال. عندي كذلك هاد لو براسي ديال فان كليف، فوالا هاد البراسي ديال فان كليف حتى هو بالذهب الابيض، هذا حتى هو كيجي في البيض في لي فان كليف هكا صغيورين. فوالا ودير الثمن ديالو 6100 درهم اللي هي 122000 ريال، ابوبخي 610 يورو. كيجي شي حاجه اللي صحيحه ورائع وعريض، هذا في البيض. الله يوفق، اللهم امين، اللهم امين. عندي كذلك هذا لو موديل، هذا بحال لي شوبار صغيورين في الصفر وفي البيض. لالا امجد بغيت تقول مات الاناناس، الاناناس بشحال الثمن؟ لالا امجد بالنسبه للغورميت الاناناس كاين اللي فاخري شي دايره تقريبا شي 2400 درهم، 48000 ريال. فوالا لو براسلي هو هذا، دير الثمن ديالو 4400 درهم اللي هي 88000 ريال، ان بو بري 440 يورو. فوالا 440 يورو، شي حاجه اللي غزاله ورائعه، في دي شوبار هكا صغيورين وكبار مخلطين، ومن ناحيه الصحراء قاصح دير 4400 درهم، هذا اللي هي 88000 ريال. السلام. كاين كذلك هذا الموديل الرائع البنات، هذا اللي كيجي فيه هنايا سامبل وهنايا منقوش، هذا بغاسلي سامبل، هنايا فيه نقيش وهنايا جاي سامبل، موديل ديالو غزال، شي حاجه ما فيها لا حجر لا والو، بخاتيك. فوالا ودير الثمن ديالو هذا 3200 درهم اللي هي 64000 ريال، ان بو بري 320 يورو، كيجي غزال وقاصح. فوالا ثمن الخاتم اللي في يديك، بالنسبه للخاتم اللي في يدي هو هذا ديال فيرزاتشي، راه كاين لونسوم ديالو كامل دابا راه ديسپونيبل حاليا. دونك الخاتم هو هذا داير 1000 درهم اللي هي 20000 ريال. كاين لا غورميت اللي كتجي فيها شوباغ صحيحه وغزاله، ودير الثمن ديالها 1400 درهم، هذه 1400 درهم، ولا باغ دايره 1000 درهم اللي هي 20000 ريال. فوالا شي حاجه غزاله. دونك لو بري ديال الخاتم والبراسلي راه هو هذا، البري ديال الخاتم 1000 درهم 20000 ريال، ولا غورميت دايره 1400 درهم اللي هي 28000 ريال. عندي كذلك هذا لو موديل، هذا حتى هو سامبل، مشينا في لا سامبليسيتي، شي حاجه اللي كتلبس ديما، هذا سامبل وفيه هاد العيبات هنايا في البيض، تقدروا تلبسوه ديما، كيجي قاصح يعني بحال لي موديل ديال كارتي، ودير 2600 درهم اللي هي 52000 ريال. فوالا ان بو بري 260 يورو، شي حاجه غزاله. لالا سميره بغيت نبان متوسطه، وي لالا سميره راه موجودين، دوزي معايا الواتساب ان شاء الله نوريهم ليك. فوالا لاشين تاع الخميسه اللي راكي لابساها شحال؟ لالا رانيا بالنسبه للخميسه هي هاد الاولانيه دايره 550 درهم، 11000 ريال، يعني ا بو بري 55 يورو. فوالا هادو دايرين 2600 درهم اللي هي 52000 ريال، ا بو بري 260 يورو، كيجي غزال وصحيح وقاصح. عندي كذلك هاد لو موديل، هذا حتى هو ديال الاناناس، يعني ديال واحد، كيجي حتى هو بخاتيك، ما فيه لا حجر لا والو، ودير الثمن ديالو 2800 درهم اللي هي 56000 ريال، 280 يورو. ممكن تورينا اونسوم ديال فيرزاتشي؟ لا لا مروكو، بالنسبه لونسوم ديال فيرزاتشي قريبين تما تعطي ليا، ها هو هنا. بالنسبه لونسوم ديال فيرزاتشي راه ديسپونيبل، انا غادي نوريه لك.
فوالا بالنسبه لهاد الغاسلي دير 2800 درهم اللي هي 56000 ريال. وبالنسبه لونسوم ديال فيرزاتشي اللي سولتيني عليها لالا ماروكو فوالا هو هذا دير 4100 درهم لونسوم بالكامل. كيجي الخاتم ولا غورميت بهذه الطريقه هذه كيجيو غزالين براتيك ديال ديما الحويلقات حتى هما ديال ديما وفيهم سميسه ديال النيلو دايرين 4100 درهم اللي هي 82000 ريال. هذا لونسومبل هذا كيجي غزال 4100 درهم ان بوبري 410 يورو فوالا. لالا ساره لاشي اللي في عنقك ابيض. لالا ساره بالنسبه لهذه اللي في عنقك ديال بانكليف دونك هذه كتجي بانكليف على شكل بانكليف ودير الثمن ديالها 3100 درهم فيها سلسله صحيحه 3100 درهم. دونك نكمل مع لي بغاسلي كاين كذلك هذا لو موديل هذا حتى هو شي حاجه اللي غزاله فوالا كيجي هكا بحال الاكس فيها هاد الجهه صفراء وهاد الجهه بيضاء شي حاجه اللي قاصحه وصحيحه ودير الثمن ديالو في لا بروموسيون 3400 درهم اللي هي 68000 ريال. يعني هادو دي بري لي بروموسيونيل 3400 درهم 68000 ريال فوالا شي حاجه غزاله ومن ناحيه الصحراء قاصحه. عندي كذلك هذا الموديل هذا حتى هو اللي كيجي رائع فيه هنايا البياض هنا البرونز وهنايا الصفر كيجي هكا موج براتيك وديال ديما ودير الثمن ديالو 4200 درهم اللي هي 84000 ريال ا بو بري 420 يورو. يعني هادو دي بري لي بروموسيونيل فوالا اختي بغيتو خليه ليا. وي لالا مروكو مرحبا بك الله يا ودي راه ديسپونبل دوزي معنا بريفي ان شاء الله راه نوريوه ليك عن قرب. فوالا هذا هو لو براسلي كيجي غزال ودير 4200 درهم ا بو بري 420 يورو. اختي ديك حب لي دايره في يديك بحال هاد ديال العنق شحال دايره وي لالا احلام. بالنسبه لهاد لا غورميت ديال الحب راه كاينه لاشين ديالها لا غورميت دايره 1000 درهم والسنيسله ديالها دايره 1100 درهم هي 22000 ريال. بالنسبه لسنيسله العنق ديالها كتجي بحال هكدا وفيها حب يعني سنيسله النيلو مع هاد لو موتيف ديال الحب. واش ندوز واتساب؟ وي حبيبتي تقدري دوزي واتساب راه النيميرو ايبانك اللي عندك ولا دوزي بريفي فيسبوك فين ما بغيتي راه ما كاينش مشكل. فوالا هذا كيف قلت لكم 4200 درهم. كاين كذلك هذا الموديل هذا حتى هو موديل جيرومي في حجيرات هكا في المارون حجيرات بيضين ومن ناحيه الصحراء قاصح يعني هذا موديل قاصح وصحيح. ودير الثمن ديالو 5300 درهم اللي هي 106000 ريال ان بو بري 530 يورو شي حاجه اللي غزاله ومن ناحيه الصحراء قاصحه وكذا قاصح ورومي. عندي كذلك لو موديل ديال البنانه بغاسلي ديال لابانان هو هذا كيجي كله مسيرتي بالحجر بومبي وتا هو قاصح ودير 4300 درهم اللي هي ببري 430 يورو. فوالا جاي كله محجر 86000 ريال كيجي غزال. يعني هادو كاملين كيف قلت لكم دي بري بروموسيونيل كنتمنى انكم يعني تكونوا غتستافدوا منهم ويكونوا نالوا الاعجاب ديالكم. ما نساوش كاينه سنيسلات بحال مثلا هاد لو موديل هذا سنيسله ديال البطه فوالا كيفاش كتجي فيها هاد البطه هاد الموتيف هذا ماشي ذهب السنيسله هي اللي كتكون ذهب فوالا. هذه فيها القصيره وفيها الطويله دونك قصيره دايره 500 درهم طويله زايده عليها ب 50 درهم ديال الفرق دونك هذه 10000 ريال 500 درهم ان بوبري 50 يورو كيجي غزال. لا غورميت لي فيديك سي تو بلي لو بري. لالا ايمان بالنسبه لا غورميت لي فيديك كاينه هذه غورميت ديال الحب دايره 1000 درهم 20000 ريال وكاينه هذه اللي هنايا ديال فيرزاتشي دايره 1400 درهم اللي هي 28000 ريال دونك كاينه هذه 28 وهذه 20000 ريال. سولتك اكثر من مره وما جاوبتينيش. لالا سنان الحدايه غير ما قريتش الميساج ديالك عاودي صيفطيه لي عافاك نحاول نقرا راك عارفه تيطلعوا لي بزاف لي ميساج. عندي كذلك في داك لو ستيل كاينه الشانيل كاينه الشانيل اللي هي هذه في النوار حتى هي كتجي غزاله ودايره في لا بروموسيون 500 درهم اللي هي 500 درهم ا بو بري 50 يورو فوالا كتجي رائعه. هذيك الخميسه اللي في عنقك شحال البري ديالها؟ لالا حسنه بالنسبه لهذه اللي في عنقي الاولانيه دايره 550 درهم اللي هي 11000 ريال.
هذه 550 درهم. دونك نكمل مع السنيسلات. عندي هاد لي موديل هادو فوالا، هاد لي موديل الغزالين بحال مثلا هاد الاولانيه كتجي دغافينيتي، فيها هاد لي بول في الصفر دايره 1800 درهم اللي هي 36000 ريال. كاين هاد لي موديل الثاني حتى هو، هاد لي موديل كتجي فيه بحال بلاكه مستطيله مسيرتيه بالحجر دايره 2000 درهم حتى هي 40000 ريال. وكاين هاد لي موديل الاخراني هذا راه ما فيهش بيتي. تنشوف لكم لو بري ديال هذيك السنيسه وريضه. سينو عندي هاد لي موديل هادو فوالا، هاد لي موديل كاين هادي دايره 1600 درهم هي 32000 ريال، هادي 1600 درهم. كاين هاد السنيسه الاولانيه اللي كتجي على شكل فخاويه من الوسط ودير الثمن ديالها 2000 درهم هي 40000 ريال. دونك هاد الاولى 2000 درهم 40000 ريال، وهاد الثانيه 1600 درهم هي 32000 ريال. البنات عافاك شحال الثمن خاتم بنانه؟ فوالا لاسينين راني قريت لو ميساج ديالك دابا. خاتم بنانة على حساب كاين رقيق كاين لي غليظ، دونك دابا لي دايرين فيه بروموسيون هو رقيق. شحال داير دابا؟ 1900 درهم. لا شحال بالنسبة لهاد لاشين؟ البنانة خاتم بنانة رقيق. خاتم بنانة دابا دايرين ليه حنايا 600 درهم. بالنسبة لخاتم البنانة رقيق داير 600 درهم في لابروموسيون 12000 ريال، يعني كيجي رقيق. سينو بالنسبة لهاد السنيسلة فوالا كيفاش كتجي، درافينيتي حتى هي دايره 1900 درهم اللي هي 38000 ريال، ان بو بري 190 يورو. لا غورميت لي فيديك جو فان اوتر موتيف، مي تكون السمطه ديالها غليظه شويه. وي لا باهيه بالنسبه لي موديل دي غورميت، كاينين دوطخ موديل تقدري دوزي عندي بريفي ان شاء الله، سو في واتساب سو فيسبوك راه نصور لك كاع لي موديل، يعني كاينين اللي كتكون السميطه ديالهم غليظه. ميرسي بوغ لو كادو، لا كوموند وصلتني حتى للدار، الله يعطيكم الصحة، الصحة والراحة لاله هند، الله يا ودي تستاهلي كل خير، الصحة والراحة تبارك الله عليك. سلام اختي، سنسلة ديال الحب انا بغيتها ديال امي، بشحال اختي الله يخليك. وي لا بالنسبة للسنسلة ديال الحب بغيتي اوليو دو حب تكون فيها امي، ماشي مشكل، كتقام تقريبا بشي 1400 درهم، هذيك السنسلة ديال السمية، يعني ا بوبخي 1400 درهم، السنسلة ديال نينو اللي كتكون رقيقة. الخاتم اللي في يديك شحال لا حلالي طا بالنسبه لهذا الخاتم ديال فيرزاتشي دير 1000 درهم اللي هي 20000 ريال، 1000 درهم 20000 ريال. فوالا بالنسبه لي موديل كاين كذلك هذا لو ستيل هذا ديال الكارتي، فيه ثلاثه ديال موتيف ديفيس وهنا ثلاثه ديال الحجيرات، ودير الثمن ديالو 2600 درهم اللي هي 52000 ريال، شي حاجه غزاله. لي موتيف ديال الكارتي كيجي قاصح يعني فريمون صحيح. وعندي كذلك هاد السنيسه الرائعه ديال البطه، يعني هذه سنيسه ديال البطه كتجي كامله ذهب، هنايا قاصحه الموتيف ديال البطه قاصح وصحيح. بالنسبه اللي كيبغي بحال هكا سنيسه ديال ديما هذه راه براتيك، وحتى من ناحيه الصح غزاله، ودايره 29000 ريال اللي هي 29000 ريال 1450 درهم ا بو بري 145 يورو. بري بوندونتيف فان كليف نوار، لالا نسرين بالنسبه لفان كليف نوار ما عنديش بوندونتيف، يعني حتى في نوار ما بقاتش عندي، اغلبيه كيكون الفان كليف بحال هكذا كتكون لاصقه مع السلسله، يعني ما تيكونش بوندونتيف بوحديته، غالبا ما تيكون السلسله معاه. ميرسي بوكو، مرحبا بك لالا باهيه، وعليكم السلام. عندي كذلك هاد لي موديل ديال لي شواروفسكي اللي حتى هما دايرين فيهم واحد لا غوميز فوالا فوالا، كيجيو في هاد لي كولور، هادو دايرينهم في لا بروموسيون 350 درهم اللي هي 7000 ريال، يعني ا بوبخي 35 يورو. فوالا فيهم بزاف ديال لي موتيف وبزاف لي كولور، هادو 350 درهم في لا بروموسيون، كيف قلت لكم 7000 ريال ا بوبخي 35 يورو. قلتي شي براسلي يكون رخيص وريه لي. لا لا عطر الحياه، بالنسبه لي بغاسلي راه ديجا وريتهم كاملين اللي فيهم لا بروموسيون ديال واحد، كيبداو تقريبا في لا بروموسيون من 2800 درهم للفوق، يعني اقل واحد عندي هنا دير 2800 درهم وانت طالعه. الله يخليك بغاسلي بلجي افيك صباك لا امسا بالنسبه لي بغاسلي بلجيين راه ديسپونيبل، دوزي عندي بريفي سواء فيسبوك سواء واتساب راه نوريهم لك ان شاء الله مع لي باك ديالهم، راه كاينين لي موديل. سينو عندي هاد لونسومبل ديال 3 دي حتى هو رائع. فوالا البنات كيفاش داير، كتجي فيه بوندونتيف اوفال، خاتم كذلك، لي بوكل
ولا غورميت فيها ثلاثه ديال لي موتيف اوفال ودير الثمن ديالها 6300 درهم اللي هي 126 الف ريال ابو بري 630 يورو فوالا. هذا شي حاجه اللي صحيحه وديال ديما كذا سي موديل اللي ما فيه لا حجر لا والو وقاصح ديال دائما. فين كاين المحل ديالكم؟ حنا كاينين في مدينه سطات بالضبط في زنقه ذهبيه رقم 61 فوالا. هذا 6300 درهم اللي هي 126 الف ريال ابو بري 630 يورو. وعندي كذلك لي موديل ديال لي باغ هادو حتى هما بروموسيون كي بحال مثلا هذا داير 600 درهم اللي 12000 ريال ديال البنانة. هذا لا باك ديال البنانة اللي كتكون رقيقه يعني ماشي شي حاجه اللي غليظه دونك هذا راه رقيق ماشي غليظ ولا نقول لكم قاصح بزاف جاي رقيق يعني تقدروا تلبسوه دائما فوالا ماشي غليظ جاي رقيق ومسيرتي كامل بالحجر داير في لا بروموسيون 600 درهم اللي 12000 ريال ابو بري 60 يورو فوالا. عندي كذلك هاد لي موديل كاينه هاد لاباك ديال الخميسه فوالا هادي اللي دايره 1000 درهم اللي هي 20000 ريال وكتبقى في 900 درهم في لا بروموسيون دونك هذا كيبقى في 900 درهم اللي هي 18000 ريال لو بري ديال لا بروموسيون فوالا. شحال بومبوتيف 3 دي بوحدها لالا سينار؟ بالنسبه لو بري ديالها بوحديتها دوزي عندي بريفي ان شاء الله نوريه لك يعني بالنسبه لي بري ديال كل حاجه بوحديتها دو بريفيرونس دوزي عندي بريفي باش نشوف لك الثمن بالضبط. عندي كذلك هاد لاباك هادي دايره هي في لا بروموسيون 600 درهم 12000 ريال ابو بري 60 يورو. هادي 600 درهم كيجي فيها جوج سليكات رقاق وخميسه من الوسط. عندي كذلك لو دومي دو ديالها فوالا لو دومي دو ديالها كيجي بحال هكذا في تواجد سليكات وخميسه هابطه. هذا حتى هو داير 550 درهم يعني هذا ديجا ناقصين فيه ما لقينا ما نزيدو نقصو. هذا 550 درهم اللي هي 11000 ريال ان بو بري 55 يورو كيجي كارزال رقيق. وبالنسبه لي باك اللي ديجا وريتكم ديال 1000 درهم وما هادو فيها الورده اللي ديجا انا لابسه لي بوكل ديالهم فوالا لي بوكل تاهما كيجيو براتيك دايرين 750 درهم ولا باك كتبقى في 900 درهم في لو بري ديال لا بروموسيون دونك لا باك دايره 900 درهم 18000 ريال فوالا. هذا لو بري ديال لا بروموسيون. وعندي كذلك لي باك ديال المارياج اللي وجدت لكم هنايا بحال هاد لو موديل هذا فوالا بحال هاد لا باك هادي اللي كتجي فيها سوليدير ولا اليانس ملاصقين يعني بحال لي باك وحيده ومن الفوق كتعطي لي في بحال لي راه جوج ودايره 1900 درهم اللي هي 38000 ريال كتجي رائعه في اللبسه. هذه 1900 درهم 38000 ريال ا بو بري 190 يورو فوالا. دونك هادو هما لي زارتيكل تقريبا اللي كانوا في اللي بغيت ندوز لكم في لا بروموسيون اللي غادي تكون ان شاء الله ابتداء من دابا حتى لشهر 7 كامل. سينو هنا قبالتي كاينين حتى لي مونتر اللي بغيت نوريكم كاين ديال كاس كاين ديال غيس كوليكشن وكاين مايكل كوفس دونك نحاول نوريكم ديال لي فام وديال لي زون فوالا. بالنسبه لا مونتر فوالا كيفاش كتجي فوالا هادي بلا بواط ديالها لا غارونتي فيها 2 زون. هادي ديال مايكل كوفس كتجي فيها سميطه في البيض هادو دي مونتر اوريجينال بحال السلسله اللي في عنقك وهي ذهب شحال لا لا خاوله. بالنسبه لهاد الاولانيه دايره 550 درهم مي الا بغيتيها كلها ذهب على حساب دوزي عندي بريفي على حساب لو موديل اللي بغيتي بالضبط دوزي عندي بريفي نوريك لي ستيل اللي كاينين في خميسه فوالا. بالنسبه لهادي بغينا لي بروموسيون في لي باك ديال الحضور لا لا سوشاين. بالنسبه لي باك ديال الحضور ماشي مشكل دوزي عندنا بريفي ورينا لا باك اللي بغيتي راه غادي نديرو ليك فيها لا ريميز ديال لا بروموسيون ما كاين حتى مشكل. دونك هاد لا مونتر هادي حتى هي اوريجينال دايره 3100 درهم اللي هي 62000 ريال ا بو بري 310 يورو فوالا. عندي فيها حتى هاد لو روز هذا كاين هاد لو روز كلير حتى هي كتجي رومية وكلاس ودير الثمن ديالها 3100 درهم حتى هي 62000 ريال بيان سور بلا بواط ولا غارونتي ديالها فوالا. هادي حتى هي 3100 درهم ا بو بري 310 يورو. كاين هاد لو ستيل هذا حتى هو ديال كاس هاد لا مونتر ديال كاس حتى هي رائعه فوالا كتجي كلها صفراء
كتجي كلها صفراء وفيه هنايا السميطه منين كتاجوستا ودير الثمن ديالها 2650 درهم اللي هي 33000 ريال يعني ا بوبري 265 يورو حتى هي كتجي ديال الكاس لوريجينال. عندي كذلك هذا الموديل هذا هذه اللي كتجي في البيض وفيها الصفر من الوسط فوالا هذه حتى هي رائعه ودير الثمن ديالها 2400 درهم اللي هي 48000 ريال. دونك هذه بالنسبه للكاس هذه بالنسبه للكاس بوغ فام. عندها بزاف لي موديل تقدروا دوزوا عندي بريفي نوريكم دوطخ موديل سينو كاينين هاد لي ستيل هادو اللي وريتكم دابا وكاينين بوغ اوم بحال مثلا هاد لو موديل بالنسبه اللي بغاو يعطيو دي كادو بوغ يعني لي زوم ديالهم راه كاين هاد لو موديل هذا كيجي كامل في الصفر وفيه هاد لو فون اون نوار ودايره 2300 درهم اللي هي 140000 ريال ا بو بري 230 يورو فوالا كتجي رائعه اوريجينال. كاين كذلك لا كوليكسيون ديال جي سي اللي هي غيس كوليكشن فوالا الغيس كوليكشن عاوتاني كتجي غزاله حتى هي دايره 6550 درهم هذه 6550 ا بو بري 655 يورو فوالا وهاد لاباك اللي في يديك غزاله بشحال لا اميمه بالنسبه لهاد لاباك ديال فيرزاتشي دايره 1000 درهم اللي هي 20000 ريال راه ديسپونبل هادي دايره 1000 درهم اللي هي 20000 ريال فوالا. بالنسبه لا مونتر كيف قلت لكم ديال جي سي راه هي هادي غيس كوليكشن كتجي فيها سميطه اون كوير فوالا ودير الثمن ديالها 6550 درهم 6550 يورو. لالا ام الياس بالنسبه لحنا كنبيعوا الذهب عيار 18 كاره اللي كيتباع في المغرب كامل مرحبا بك شيماء لاباكي لاغورميت اللي في يديك. لالا براء بالنسبه لاباك دايره 1000 درهم 20000 ريال وبالنسبه لاغورميت دايره 1400 درهم اللي هي 28000 ريال فوالا. عندي كذلك هاد لا مونتر ديال كاس كتجي في المارون هنا المارون ديالها جاي رائع يعني لا كولور ديال اوريجينال 2450 درهم اللي هي 49000 ريال فوالا. هذه حتى هي بوغ اوم دايره 2450 درهم اللي هي 49000 ريال ا بو بري 245 يورو. اش من ماركه الساعه لالا زينب زينب بالنسبه لحنا كنبيعوا الكاس كوليكشن والمايكل كورس هادو اللي دوز دابا هما هاد لي مارك اللي ذكرت دابا عندنا في لوريجينال. الا بغيتي دوزي معايا بريفي زيد نوريهم ليك مازال كاينين دوطخ موديل. دونك كمل كذلك عندي هاد لي زونسومبل هادو الخفاف فوالا بحال مثلا هاد الستيل هذا شي حاجه اللي خفيفه وتقدروا تلبسوها بوغ توجور فيها هاد لاباك تقدروا تلبسوها خاتم ولا دومي دوا على حسابكم ودايره 4200 درهم اللي هي 84000 ريال ا بو بري 420 يورو فوالا. هذه 84000 ريال كيجي رقيق فيه سلسلة الشوبار شي حاجه غزاله روميه تقدروا تلبسوها بوغ توجور. سينو عندي كذلك هاد لو موديل ديال حريم سلطان فيه حجيرات في الاحمر والخضر فوالا هذا الصغير اللي فيه 6 ديال الحجيرات داير 4800 درهم 4800 درهم اللي هي 96000 ريال ا بو بري 480 يورو فوالا هذا الصغير ديالو. وعندي كذلك هذا الموديل هذا اللي فيه لاباك بحال ديال الضامه لاباك سنيسلا ولي بوكل ودير الثمن ديالو 2600 درهم اللي هي 52000 ريال. شيماء حبيبتي واش درتو غميز في كلشي وي لالا سانشاين بالنسبه لا غميز درنا تقريبا في كاع لي زارتيكل تقدري دوزي عندنا بريفي الا عجبك شي ارتيكل تصوريه لينا وديك الساعات هما غادي يعطيوك لو بري بلا غميز فوالا. دونك هذا ديال الضامه دير 2600 درهم اللي هي 52000 ريال ان بو بري 260 يورو فوالا 260 يورو 2600 درهم كيجي رائع شي حاجه خفيفه تقدروا تلبسوها بوغ توجور وبيان سور هاد لو موتيف ديال الضامه ما تيكونش قاصح بزاف كيبومبي شي شويه بيان سور فوالا كيبومبي شي شويه. دونك هادو هما لي زارتيكل اللي كنت بغيت نوريكم اليوم كنتمنى ان لا بروموسيون تكون نالت الاعجاب ديالكم وبيان سور كيف قلت لكم راه غادي تبقى حتى لشهر 7 ان شاء الله يعني لو موساد كامل واي حاجه عجبتكم تقدروا تدوزوا عندنا بريفي راه كتكون فيها لا غوميز ديال المحل ان شاء الله. تبارك الله عليكم نتلاقاو في لايفات جداد ان شاء الله.